بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأصبر الصابرين، يا أبا الحسن يا علي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما للصوارم فلت من بني مضري، هل التوى من لوي صارم القدر. ما للمشاعر حزنا شعرها نشرت، وزمزم قد جرت من محجر حجري. والأفق ما لي أراه في ردى غسق، والشمس قد كورت تبكي على القمر. والروح في مشرق الدنيا ومغربها ينعى الوصي عليا خيرة خيري، ينعى الوصي أمير المؤمنين. ومن لولا يداه رحى الأكوان لم تدري، يا للرجال لأقدار فتكن به. ألم يكن في البرايا مصدر القدر. لله يوم له أغرت قطام به أشقى مراد، فكانت عبرة عبري. شق المفارق من قرم بضربته، بل شق فرق الهدايا والمجد والخطر. والدين شق عليه الجيب من أسف، وإنه بعد فقد المرتضى لحري. لم أنس زينب، هذه الليالي ليال زينب، لم أنس زينب تدعو وهي حاسرة. قد غاب واسو أحالي في الثرى،
قمري وقع بالمحراب حيدر يشد بيده طبرته غاله الطاغ ابن ملجايم والقلب بسجدته صارت الصيحه ضجيت كل بناته والبني زينب تنادي دقوموا يا اخوه تقدم الدين وبالسما جبريل ينعى انصاب امير المؤمنين واسفى بعد المرتضى الاسلام طاحت رايته زلزل العالم نديه جبريل والكوفة اهتموا والخلق صارت بضجه والارض ظلت ترى والحسن فز باخوته وحيدر بمحرابه يلو غارق بدمه وخضاب والقلب شابته ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أمير المؤمنين، لعن الله من قتلك، لعن الله ابن ملجم. الحديث عن أمير المؤمنين حديث طويل عريض لا يمكن للإنسان أن يخوض في حياة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلا من خلال شذرات هنا وهناك. كيف لا وهو الرجل الذي قال سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها مني من طرق الأرض. ولذلك خلال هذه الثلاث الليال أحب أن أتكلم في بعض الكلمات عن أمير المؤمنين وحياته. هذه الليلة ليلة الاحتجاج إن صح التعبير، وأننا نحتج بأفضلية علي أمير المؤمنين، وأنه أولى الناس بعد رسول الله، وأن علي بن أبي طالب هو أفضل الخلق بعد رسول الله، وعلى أقل تقدير هو أفضل أهل زمانه بعد النبي بأمور كثيرة، من أهمها وفي مقدمتها علم علي بن أبي طالب. ودائما الإنسان إنما يحتاج وينطلق من المنطلق العلمي. أمير المؤمنين، لا أريد، أنا قلت معجزة علي بن أبي طالب، لا أتكلم الآن في شجاعته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي زهده وفي نعم معاملاته مع الناس، لكن جنب من جنبات علي بن أبي طالب أن علي هو أعلم من كان في ذلك الزمان بعد رسول الله.
ولذلك نحن باحتجاجنا نقول لهم كل من يعارضنا في هذا أعطنا شخصية كشخصية علي بن أبي طالب في علمه وفي غزارة علومه وفي تعدد علوم علي بن أبي طالب فإننا نتبعه. وهذا التاريخ أمامكم، غربوا وشرقوا واذهبوا إلى أي مكان من صحابة رسول الله وأعطونا نعم كعلي بن أبي طالب، لا يوجد. فكيف نعاب إذا اتبعنا من هو أعلم الناس بعد رسول الله؟ هل يعاب الإنسان أنه يتبع أعلم الخلق بعد النبي؟ أهذا عيب يقال؟ والدلائل عليه واضحة، الدلائل على ذلك واضحة. لا يوجد شخص قريب من رسول الله غير علي بن أبي طالب، كان قريبا له ملازما له في كل مكان من صغره، كان نعم أمير المؤمنين يغذيه النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي قال عن نفسه في نهج البلاغة كان يمضغ الطعام، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، كان يمضغ الطعام نعم بفمه ويلقمنيه. وهي قضية مهمة جدا. النبي أمير المؤمنين ترى يشير إلى نكات، ترى علي بن الرسول صلى الله عليه وآله عندما يفعل ذلك هذا من أجل حتى يكون علي سلام الله عليه نعم قريبا من رسول الله قلبا وقالبا، هذه وحدة، ثم ما يدرك أن يكون ذلك عيل من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن علم أهل البيت يختلف عنا، أنا لا أريد أن أتكلم في مسألة العلم بما هي علم، وإلا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام نعم كان قريبا، لا يوجد إنسان كعلي بن أبي طالب في قربه من رسول الله وملازمته له. هذا واحد. اثنين، من الأمور الواضحة ومن المتفق نعم عند سائر المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال تلك الرواية الموجودة عند العامة والخاصة: أقضاكم علي، أقضاكم علي. ومعلوم أقضاكم علي لأن القضاء يلزم أيضا شنو؟ العلم. وبما أنه أقضى الناس فهو ماذا؟ أعلم الناس. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مجاله العلمي فإنه أعلم الناس من خلال هذه الرواية، من خلال أن جميع صحابة رسول الله مع غض النظر عن ماذا؟ عن هويته وتفكيره، أقول جميعهم كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وروايات نعم القوم والتاريخ يثبت لنا أن جميع صحابة النبي كانوا يرجعون إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب، والعكس لم يحصل ولو مرة واحدة. إذا وجدتون خبروني. انظروا إلى التاريخ، هل ستجدون أن علي بن أبي طالب رجع إلى أبي بكر في مسألة؟ هل يوجد؟ هل يوجد في التاريخ أن علي بن أبي طالب قد رجع إلى عمر بن الخطاب أو إلى عثمان أو إلى سعد بن أبي وقاص أو إلى أي شخصية ممن يعتبرهم القوم من الصف الأول؟ علي بن أبي طالب لم يرجع إلى أحد، وإنما هم كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين، وهم كانوا نعم يأتون ويتقربون من أمير المؤمنين لحل تلك المشاكل. وبعض الأحيان أمير المؤمنين
عليه أفضل الصلاة والسلام تحليل كذي والله العالم، أنه كان يتعمد في بعض الأمور لإظهارها حتى يعرف القوم شنو هو وهم ماذا كيف. هذا الرواية المشهورة معروفة أنه امرأة سمعتموها كثيرا، لكن بالمناسبة أن الامرأة ولادة باصطلاحنا قد أولدت ولدين، يعني امرأتين، لكن سبحان الله جو في نفس الوقت جو إليها، تطلع من هذه تباشرها وبسرعة تطلع من هذه تروح لهذه، ونفس الشيء تروح وتجي. أولدت هذه شالت نعم المولود حطته، وبسرعة هذيك حطته، بعدين اختلط عليها الأمر، قالت تعال الآن ذكر وأنثى، وكل واحد يبغى الذكر، بس هذا الآن الذكر لمن؟ لهذه المرأة أم تلك؟ والأنثى لهذه أم تلك؟ فاحتارت، فأخذت تفكر لعلها تسترجع وتستذكر، فلم تصل إلى نتيجة، فعرضت المسألة آنذاك كان عمر بن الخطاب، قالت تعال يا عمر وأنت الخليفة وأنا في ورطة والقضية كذا وكذا. تدرون شنو الكلمة الذي قالها الرجل؟ قال إنها معضلة، مسألة هذه شائكة، إنها لمعضلة وليس لها إلا علي. ولذلك نعم شالوا جموعهم وراحوا إلى أمير المؤمنين أن يا أمير المؤمنين هناك معضلة ومشكلة كبيرة لم نجد لها حلا، شنو القضية كذا وكذا، وأن هذه المرأة قد اشتبه عليها، فلا تدري الذكر لهذه المرأة أم لتلك، وهذه الأنثى أيضا لا تدري ألي هذه أم لتلك، واحدة لها ذكر واحدة لها أنثى. قال أهذا الذي أتى بكم؟ شوف علي بن أبي طالب ماذا فعل، أخذ تراب من الأرض نزل يده وشال تراب، قال إن مسألتكم هذا أهون علي من أخذ التراب من الأرض. عجيب، شوف الرد شلون، يعني أنتوا لا شيء في الفقه، لا شيء في معرفتكم بالنسبة إلى علي، أنا شوي أخذت عناء نزلت إيدي وشلت التراب صادني عناء شوي، لكن هذه مسألتكم أهون علي من أخذ التراب من الأرض. قال اخرجوا وخذوا لبن، نعم من المرأة واحدة من النساء، اخذوا لبن من عندها وشوفوا هذا اللبن ثقيل لو خفيف، والمرأة الأخرى كذلك، اللي لبنها ثقيل يكون أثقل من شنو؟ من الثانية، هذه صاحبة شنو؟ الذكر. علم هذا اليوم ارجع إلى الأطباء، ومسألة بسيطة، نعم بسيطة بالنسبة إلى علي سلام الله عليه، بس محل الشاهد أن القوم هي واحدة، عشرات المسائل كانوا يرجعون فيها إلى أمير المؤمنين. بعد هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الذي كان يتكلم عن نفسه، أنا فقط هذه الرواية للاستئناس، قال والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر إلى الله، ولحكمت بين أهل التوراة بالتوراة حتى يزهر إلى الله، ولحكمت بين الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله، ولحكمت بالزبور لأهل الزبور حتى يزهر إلى الله. ثم قال
ولولا آية في كتاب الله لم يذكرها علي، لولا آية في كتاب الله لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم الساعة. إلى يوم القيامة ماذا سوف يجري؟ فوالله أستطيع أن أنبئكم. طبعا علي بن أبي طالب يذكر هذا بإذن الله عز وجل، بالإذن الإلهي، هذا علم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك في الرواية الصحيحة: أنا بطرق السماء أعلم مني بها بطرق الأرض. إذن أمير المؤمنين في وسط أقول الاحتجاج، إنما نحن نحتج بأفضلية علي ومقدرة علي بالعلم، هذا من جهة. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حثنا على ماذا؟ على العلم، على التوجه العلمي. حث الناس والمجتمع بشكل عام على التوجه العلمي، أن يتعلموا وأن يعرفوا وأن ينظروا. ولذلك الروايات، إذا أنت تفتح باب العلم، باب العلم، روح جوجل أي مكان، كتب نعم مصنفة، باب العلم، انظر عشرات الروايات من أمير المؤمنين في باب العلم وحث على العلم. ولذلك في هذه الرواية اللطيفة: يا كميل يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، لأن العلم كلما نعم أعطيت الناس وأنفقت من علمك كلما زادت شنو؟ معارفك العلمية. وهذا أيها الأحبة قضية مهمة، أنا أحب أن أوجه أخوتي الآباء والشباب، أن إحنا اليوم في زماننا هذا بالذات، نعم جهاد العلم وسلاح العلم هو السلاح الذي يمكن أن نحركه ونواجه به الأعداء، تبعا لقائدنا أمير المؤمنين، تبعا لمقتدانا أمير المؤمنين، تبعا نعم للنموذج الأعلى وهو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن علي بن أبي طالب دائما وأبدا يحتج بالعلم، حتى في احتجاجات على القوم إنما كان ماذا؟ بالعلم، الحجة بالحجة. ولذلك ينبغي إحنا على الشباب على الأقل في الجانب الأكاديمي أن يتوجهوا إلى مسألة العلم، يتعلموا يثابروا. بس أنا لضيق الوقت نوعا ما أحب أنا أذكر شوي نقطة عند الشباب. اليوم بعض الأحيان تقول لي: يا شباب ادرس حصل على الشهادة. يجاوبنا شوي بجواب، نعم جواب واقعي لكن مرفوض. شنو الجواب؟ يقول: شيخنا هذا كل يدورون ما شاء الله، عندهم شهاداتهم يدورون وما عندهم أشغال، الدولة ما قاعدة ماذا تشغلهم، محاربة، أنا ليش أشتغل؟ ليش أدرس؟ خلنا أروح أشتغل أجمع لي بيستين. أقول: لو كان ذلك صحيح لكان علي أولى بها. تدرون علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب عليه السلام كما قلت أعلم الموجودين بعد رحيل رسول الله. إيش سووا في أمير المؤمنين؟ أبعدوه نعم عن النظام قرابة 25 سنة. ما استفادوا من علم علي بن أبي طالب تلك الاستفادة المرجوة، ما أخذوا من علوم علي بن أبي طالب 25 في المجال السياسي والاجتماعي، كثرة الطبقات، كثرة نعم الفقر،
لكن علي بن أبي طالب أقل من 5 سنين. وإذا حتى في أفريقيا اللي في ذاك الوقت نعم تسمى نعم مناطق معروفة في ذاك الوقت، هاي المنطقة الأفريقية كلها اللي يسمونها الآن في ذاك الوقت الحبشة، هذه كلها هناك تدور الفقير ما موجود. في دولة علي بن أبي طالب نعم كلهم كانوا شنو نعم بخير، حتى المسيحي كان أمير المؤمنين بعلمه، علم علي بن أبي طالب، هاي الحنكة والخبرة أيضا. ولذلك أيها الأحبة لا تقول ما يشغلوني، يجي اليوم اللي أنت تشتغل لكن شهادتك اللي أنت تملكها والتي نعم تفتخر بها هي سلاحك في هذا اليوم. أنا أنصح أخوتي وآبائي والشباب بقدر الأمكان أن يثابروا ويدرسوا ويحصلوا على الشهادات، حل الشهادات العليا، خلي يصير عنده ماجستير، خلي يصير عنده دكتوراه. وكم تفتخر الجمعيات لأن فيها ماذا؟ فيها دكتور، وفيها المهندس، وفيها صاحب البكالوريوس، وفيها الجامعي، وفيها وفيها. هذا مهم جدا، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة هو كذلك. لكن مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام لم يحكم بعلمه الواقعي. كيف؟ أتعلمون أن علي بن أبي طالب كان يعرف ماذا سوف يفعل عبد الرحمن بن ملجم به؟ كان يعلم لو ما كان يعلم؟ يعلم. ارجع إلى الروايات، ارجع إلى، بل أن بعض أهل الكوفة جابوا عبد الرحمن بن ملجم قالوا سمعناه يا أمير المؤمنين أنه سوف يقتلك، قال لم يفعل ذلك إلى الآن، شلون أنا أخذ بجرمه؟ ما يصير. وينك يا أمير المؤمنين؟ شلون اليوم الحكومات تحتاج إلى عدالة علي؟ حكوماتنا اليوم على الظن والتهمة وعلى الاحتمال والشك تخرب البيوت وتهتك الحرمات وتقتل وتسفك وتسجن على التهمة، يسجن سنتين بعدين يقولون بريء بريء. ايش سوى الرجال حتى يسجن حتى يعذب؟ فأين حكومة علي؟ أين علم علي؟ أين عدالة علي؟ أين إيمان علي؟ أين تقوى علي؟ أمير المؤمنين في مثل هذه الأيام، أيام شهر رمضان سلام الله عليه، كان تقول الرواية في كل ليلة يأتي ليتفطر، نعم عند أولاده، فليلة كان يأتي عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب بنت أمير المؤمنين عند نعم عبد الله بن جعفر، فكان في مثل هذه الليلة عند زينب سلام الله عليها، فلما نعم صلى أمير المؤمنين صلاة المغرب وما شاء من النفل قدمت إليه زينب إدامين في طبق واحد، فنظر إليهما أمير المؤمنين فقال بني زينب أتقدمين لأبيك إدامين وأنت تعلمين أنه يتأسى بابن عمه رسول الله وما قدم إليه إدامين؟ ارفعي أحدهما بني زينب واعلمي أن من طاب مأكله طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت أحد الإدامين، رفعت اللبن الحامض والجريش، وعلي بن أبي طالب في مثل هذه الليلة أكل قليلا وحمد الله كثيرا، ثم أن أمير المؤمنين نام قليلا ثم جلس بأبي وأمي يحمد الله ويهلله وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بأمير المؤمنين في هذه الليلة تقول زينب كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله،
وكان يكثر الدخول والخروج من الدار إلى صحن الدار، ينظر إلى السماء وهو يقول: هي الليلة التي أوصاني بها رسول الله، فوالله ما كذبت ولا كذبت. هاجركم الله، كان يتمعن في النجوم وينظر في الكواكب والسماء وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا بزينب قالت: أبا يا أمير المؤمنين، إنك لم تذق الرقاد في هذه الليلة، يعني ليلة 19، إنك لم تذق الرقاد في هذه الليلة. فقال لها: بني زينب، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، فلم يدخل الرعب له جوفاء، ولم يعرف في قلبه الخوف كمثل هذه الليلة، فقد دخل الخوف في قلبي. أمير المؤمنين قال هذه الكلمات وهو ينظر إلى السماء. فقالت زينب: أبا يا علي، كأنك تنعى إلي نفسك. فقال: بني زينب، لقد اقترب الأجل وانقطع الأمل، وليلة القشر من لفات حيدر بقيدو، وعاين نجوم السماء والدمع منثور، وقلب بطرفه وبنات تنوح بالدور، مستوحش العالم على حيدر الكرة، وام كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة وتصيح: يا ناصر الهادي ويا حبيبة، الليلة يا ابويا حالتك والله عجيب، ما غمضت عينك وشوفك عندك افكار. قالها: يا بنت العمر قوض والاجل حا، ما حد يفر من المقدر والذي كان، يحفظكم الله من الشتت يا آل عدنا. صاحت: يا بويا ذوبت قلبي بالافكار، يا بوي ما نقدر على هضم وفجايا، بتروح وين وتترك الاسلام ضاع، اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع، مكفي البلا يمزيل حيرة كل محتار. آجركم الله، فلما اقترب الفجر لبس أمير المؤمنين لباسه، أراد الخروج، وإذا بالأوس في صحن الدار. زينب تقول: والله لأول مرة رأيته من الأوز ولم أره سابقا، ماذا فعلنا؟ وإذا بهن يرفرفن أمام أمير المؤمنين. وصحن في وجهه، فقال أمير المؤمنين: صوائح تتبعها نوائح،
وغدا تغد ينزل القدر المحتوم. فأراد أن يفتح الباب، نعم فانحل مئزره. هاجركم الله فأخذ يشد مئزره وهو يقول اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتار بالدهر وإن كان يؤاتيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وإذا بزينب لطمت وجهها وقالت أبا يا علي تنعى إلي نفسك. خرج أمير المؤمنين آجركم الله وذهب إلى المسجد، وكان على عادته أول ما وصل صلى ركعتين تحية ثم صعد المئذنة وأذن أذان الفجر. وكان إذا أذن أمير المؤمنين يصل الأذان إلى كل بيوتات الكوفة. نزل أمير المؤمنين وكان من عادته أنه يوقظ النائمين، فأخذ يوقظهم واحدا واحدا حتى وصل إلى اللعين بن ملجم، نعم وكان نائما على وجهه وبطنه، فقال له يا هذا لا تنم هذه النومة فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة الشياطين. ثم قال لقد جئت بشيء تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال، ولو شئت لأعلمتك بما تحت ثيابك. هاجركم الله. فذهب أمير المؤمنين إلى مصلاه، نعم إلى محرابه، يصلي نافلة الفجر، وإذا بذلك اللعين عبد الرحمن بن ملجم جاء وقف عند الأسطوانة، فلما سجد أمير المؤمنين السجدة الأولى وإذا بذلك اللعين رفع سيفه وهزه في الهواء وضرب أمير المؤمنين على رأسه. آجركم سقط أمير المؤمنين وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية. وإذا بجبرائيل نزل بين السماء والأرض وهو ينادي ويقول الليلة، نعم ليلة الصياح، احنا ويا جبرائيل هذه الليلة، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتل ابن عم المصطفى، قتله أشقى الأشقياء. ولكن ما أدري كيف حال زينب العقيلة لما سمعت صوت جبرائيل. أويلي نادت يا ناعي يا ناعي فجعت قلبي. زينب
أويلي والله يا ناعي يا ناعي فجعت قلبي ومرته ويا ريت صوتك ما سمعته. يا والله يا ريت صوتك ما سمعت على ابوي ما تمم سجدت. يا ناعي يا ناعي فجعتني بهذا المصاب. نعم هرول الحسن والحسين كانا نعم في البيت يصليان النافلة حتى يلتحقا بأمير المؤمنين في صلاة الجماعة، ولكن هرولا بأبي وأمي الحسن والحسين ومحمد والعباس أبناء أمير المؤمنين، وإذا بهم رأوا أباهم مخضب بشيبته من دم نحره. نعم والضربة جاءت على ضربة عمرو بن ود حتى وصلت إلى مكان سجوده. صلى الإمام الحسن بالناس، أمير المؤمنين شد رأسه بعصابه ثم جلس عنده الإمام الحسن بعد الصلاة فقال: أبا من الذي فعل هذه الفعلة؟ آجرك الله يا رسول الله، آجرك الله يا فاطمة، يا آل بيت، يا صاحب الزمان، شيعة موالين، آجركم الله. هالضربة القشرة يا بويا منين حلا بعدك يا داح الباب شوكتنا افتل. هالضربة اللي هدت أركان المسلمين اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لاهوت هالأعظم يا أبو حسين. بطل ونينك يا الولي قلبي تفت، بطل ونينا والدمع هاللي تحدى صابغ بدم الراس وينادي يا شب. وهذا الذي مكتوب لي من عالم الذا من عالم التكوين هالطبران كتبه. أنا الذي ما هاب من خيل ولا رجاء ولا هاب من خاض المنايا وخاض الهوى، ولا حاربت بالكون به حل زلزال وقلبي فلا تروع ولا الزندن جلى. وصليت انا بصفين في حامة الميدا وشقيت لجة من النبيل والبيض والزا ولا سطب هالجسد بتار ولا سنا. وضربة الطاغي شقت الهامة ونزلت بعدها صفرة الوان وسايل دمع وظل نادي لا تهيجوني بالصوا يحيى ولادي. سكتوا ترى نزف الدماء وويلا، سكتوا ترى نزف الدماء فتت فادي وشاله فوق الراس والضجه ارتفعت
بعد هالمشهد شوي يكسر قلبك تأملها. أمير المؤمنين حملوه على الأكتاف شايلين من الجامع مودين إلى البيت، لكن لا تنسى زينب، ها زينب سمعت صوت جبرائيل كأني بها واقفة على باب الدار تنتظر أباها، وأمير المؤمنين محمول ما قدر يمشي تأملها، الضربة هدت قواه، حملوه على الأكتاف. لكن قبل أن يوصل إلى البيت قال أبا محمد أنزلني إلى الأرض، بني أبا عبد الله أنزلوني على الأرض دعوني أمشي مشيا. لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأن زينب ما تتحمل تشوفني محمول، يعني قاتل الأبطال فاتح باب خيبر يحمل على الأكتاف. لكن زينب مجرد أن رأت أباها قد حمل، لأن علي ما قدر يمشي ردوا حملوا مرة ثانية، وزينب على الباب كأني بها أخذت تنادها أويلي والله ونيت ونت نادت يا المجبلين، اسمع صوتك، ها هل شايلين وياكم من ونت نادت يا المجبلين هل شايلين وياكم من، ولما سمعها الحسن وحسين قالها يا زينب زيد لوني أويلي والله أبوك انطبر والرأس نصين نصين، والله صاحت وهلت دمعة العين يا عيد لك شرع المسلمين. قتلتم الصلاة في محرابها، يا الله نسألك اللهم بحق هذه الليلة العظيمة وبحق صاحبها، الليلة ليلة الدعاء، الليلة إن شاء الله في ليلة القدر بالدعاء يرد الله القضاء، الأعداء يحيكوننا لكن بدعائكم نقلب الطاولة عليهم إن شاء الله. إلهي بحق أمير المؤمنين وحق هذه الليلة يا الله غير سوء حالنا بحسن حالك، انتقم لنا ممن هتك حرماتنا، أرنا ذلا عاجلا في أعدائنا.